التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا تستمر والتحديات بسم الله وعلى بركة الله. أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث من ضمن أشواط الصعوب، نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والمندفعة. تقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة الشاهينية أحمد بن فايل بن سالم الزرعي، يقدم الشاهينية على المركز الأول. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات ما شاء الله، والتسلل يأتي من المزن لراشد بن الصغير بن قنون بن محمد بن يراد، ومن الجانب الآخر الحذرة 287 سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الرابع، المركز الرابع الهائلة قادم أحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي، قادم راعي كيفان راعي التوقيت الأفضل، يتقدم مع الهائلة. وكذلك وصول من شعار الزرعي ما شاء الله، يقدم في هذه اللحظات الشاهينية أحمد بن فايد بن سالم الزرعي. ولكن أعود مع البداية مع المدهوش المدهوشي على المركز الأول. الهائلة 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 تبغي النقطة الثانية في هذه اللحظات، والمزن لراشد بن الصغير بن قنون بن يرادة بن يرادة والمدهوشي، معركة بين الشعارين. الهائلة المزن اللحظات الأخيرة، النقطة الثانية النقطة الثانية. سلام إلى أهالي السلطنة، سلام تهانينا وناموسة لمالك الهائلة حمد بن سعيد بن حمد المدهوش. المركز الثاني وصل شعار راشد بن الصغير بن قنون بن يرادة، والمركز الثالث شعار أحمد بن فايل بن سالم الزرعي مع الشاهينية. التوقيت الزمني دقيقة و47 هو توقيت الهائلة لحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي، والنقطة الثانية لشعار أبو سعيد. تهانينا والناموس لأبو سعيد على فوز كيفان والهائلة والتوقيت الأفضل مع المدهوشي مع كيفان. دقيقة 43